ولذا لما ماتت شاة كما قال ابن عباس لميمونة أم المؤمنين ماتت لها شاة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هل انتفعتم بمسكها يعني بجلدها؟ فقالت يا رسول الله إنها ميتة، والميتة محرمة، كيف ننتفع بمسكها؟ فقرأ عليها هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أو فسقا، الآية. وقال إنما حرم أكلها فانتفعوا بمسكها. تقول فأخذنا المسك اللي هو الجلد فدبغناه ثم صنعنا منه قربة فانتفعنا بها مدة من الزمن حتى تخرقت. فالقصد إذن أن الميتة حرم أكلها، حرم أكلها.